بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو. درس متأخر نوعا ما عليا بسبب رمضان. سوف نتعرف على 12 تطبيق في هذا الدرس وسوف أبدأ مباشرة حتى أختصر معكم بهذا التطبيق الجميل الذي يسمح لك بمشاهدة الهاردوير الخاص بهاتفك يعني بشكل ثلاثي الأبعاد 3D. يظهر لك يعني بهذه الشاشة، فإذا ضغطت على السيتينجز هنا مثلا يمكن لك تغيير يعني مثلا إذا كنت تريد أن تشاهد الجميع بهذا الشكل، إضافة مثلا خلفية يعني في هاتفك إلى غير ذلك. فسوف تختار أي شكل تريده. مثلا لو افترضت يعني نشاهد الهاردوير جميعا يعني الخاص بهاتفك كما تشاهدون، فيعني بعد تجربتك لهذا التطبيق صراحة يعني مدهش للغاية. يعطيك مثلا هنا استهلاك يعني المعالج، فيظهر هنا المعالج البطارية إلى غير ذلك، يعني تشاهد الهاردوير الخاص بك يعني على هاتفك أحباب في الله. التطبيق الثاني مميز جدا ويغنيك عن استعمال تقريبا أكثر من 10 تطبيقات موجودة في بلاي ستور. فهناك بالتأكيد يعني تطبيقات للبوصلة، تطبيقات مثلا لقياس الزلازل، تطبيقات لقياس القلب، نبضات القلب، تطبيقات مثلا تحويل هاتفك إلى كاشف للمعادن. فهذا التطبيق يجمع هذه الأشياء جميعا وهو الشيء المميز فيه. مثلا إذا فتحت البوصلة هنا يمكن لك استعمال البوصلة، مثلا إذا فتحت هنا يمكن لك قياس يعني مستوى كما سوف تشاهدين ليفل يعني الخاص بأي مكان إذا كان مستويا أو لا، مجموعة من الإعدادات الأخرى لا أتذكر كيف البركراو يعني لا أتذكر اسم يعني هذه الأداة يعني التي طبعا الحال تقيسية الأخرى. هنا يعني مثلا إذا كنت تريد معرفة يعني حركة الزلازل في أي المكان الذي تواجدت فيه فقط ضع يعني هاتفك على مكان مستوي وسوف يتم قياس الزلازل. هنا إذا كنت تريد بطبيعة الحال الضغط على ستارت لمعرفة إذا كان هناك معادن يعني تحويل هاتفك إلى كشف معادن، مجموعة من هنا إذا كنت تريد بطبيعة الحال قياس نبضات القلب فقط اضغط هنا وضع يعني يدك هنا وسوف يتم احتساب نبضات. فتطبيق صراحة خرافي، يعني سوف تجد فيه مجموعة من الأشياء أدعوكم لاكتشافها. التطبيق الثالث هو الآخر مميز لأنه بإمكانك إضافة أشياء متحركة إلى شاشة هاتفك. كيف ذلك؟ فقط يفتح التطبيق بعد تثبيته خلاص ثم يضغط هنا للدخول إلى الأدوات الذكية، مثلا ويدجيت هنا كما سوف تشاهدون، ثم يبحث عن أيقونة التطبيق الذي قمت هذا هو الذي قمت بتثبيته، ثم يسحب يعني أيقونته هنا. وسوف يعطيك إذا كنت تريد البحث عن الصور المتحركة إلى غير ذلك، مثلا سوف أضغط هنا وأختار بعض الصور المتحركة التي أريد مثلا إضافتها إلى شاشة يعني هاتفي. مثلا سوف أعطيكم نموذج، مثلا هذه الصورة كما سوف تشاهدون تم إضافتها، فقط أضغط على كريات ونختار المكان الذي أريد مثلا أن تكون فيه، ثم أضغط على كريات كما سوف تشاهدون واستطيع تكبيرها إلى غير ذلك. فهو تطبيق يسمح لك بإضافة يعني مجموعة من صور المتحركة إلى شاشة هاتفك أحباب في الله. التطبيق الرابع عفوا المقترح في هذا الفيديو هو تطبيق أولا يعني بعد فتحه سوف تمنح له الصلاحية، قد تضغط يعني على يعني اسم التطبيق الموجود هنا كما سوف تشاهدون ثم تقوم بتفعيله. هذا التطبيق يحول وجهك سوف تشاهدون، بطبعة الحال سوف أغطي على وجهي لا أريد يعني أن أكون معروف. هذا هو الشيء يعني الذي كثيرا يسألون عني بعض الإخوة الكرام، لماذا لا تظهر وجهك؟ لا أريد أن أكون معروف، حبيت يعني أن أشارك المعرفة يعني حتى الصور التي أضعها أحيانا بالنظارات. فسوف تضغط على النيكست ثم تضغط على النيكست. بطبيعة الحال يعني هنا سوف إذا كنت تريد أيضا اختيار الكيبورد هنا بطبيعة الحال ثم نضغط على النيكست أوكي. الحين يعني كما سوف تشاهدون هنا تظهر الكاميرا الصغيرة إذا كنتم تشاهدون، سوف أقف أمامها كما سوف تشاهدون. عندما سوف يظهر لك فيس ديتكتد سوف تضغط على أوكي كما تشاهدون، ثم حرك الماوس كما سوف تشاهدون، فأنا أحركه بوجهي الماوس ثم ضغط على النيكست نيكست نيكست خلاص. هذه الأشياء يمكن لك ضبطها يعني بالشكل الذي تريده أنت شخصيا. الحين أضغط على فينيش، لاحظوا معي بوجهي فقط أستطيع تحريك الماوس وأضغط على أي شيء، مثلا أبس كما سوف تشاهدون سوف أضع يعني وجهي في أبس هنا ثم
اقوم بالضغط على تحريك كليك يعني يفتح لي فقط اتحكم بوجهي يعني بالفتح الاشياء والكتابه الى غير ذلك احباب في الله كما سوف تشاهدون. فهو شيء جميل صراحه، تطبيق رائع يعني كما سوف تشاهدون، فلا المس هاتفي فقط من وجهي. التطبيق الخامس المقترح في هذا الفيديو هو تطبيق صراحة إن إذا كنت تريد إنشاء يعني فيديو لصورك بسرعة رهيبة جدا فقط افتح التطبيق، فيه مجموعة من الأشياء أدعوكم لاكتشافه. فقط إذا ضغطنا على موفي هنا تستطيع مباشرة مثلا اختيار صورك التي تريد أن يتضمنها يعني هذا الألبوم كما سوف تشاهدون. سوف اختار هذه الصور لأحد يعني أطفال أحد أصدقائي، ثم أضغط على Next، ثم سوف أضغط على Next إلى غير ذلك. يمكن لك الكتابة على الصور إلى غير ذلك كما سوف تشاهدون، فيقوم بإنشاء فيديو مباشرة انطلاقا من الصور التي أنا شخصيا اعتمدتها. فهناك أشكال مختلفة كما سوف تشاهدون إلى غير ذلك. في الأخير إذا كنت تريد حفظه فقط اضغط هنا في السهم هنا، ويمكن لك حفظه في الجاليرا ومشاركته مباشرة مع أصدقائك أحباب في الله. التطبيق السادس، هذا التطبيق كان مدفوعا ولكن الحين يعني مجاني، شيء رائع جدا، يحول الكيبورد الخاص بك إلى شيء رائع، كروما كيبورد. فقط بعد فتح اضغط هنا كما سوف تشاهدون، ثم اذا لم يظهر لك هنا بطبيعة الحال اسمه كروما كيبورد يعني كما سوف تشاهدون، اضغط هنا اذا لم يظهر بطبيعة الحال، ثم قم بتفعيله كما سوف تشاهدون كروما كيبورد، قم بمنح له الصلاحية، ثم بعد ذلك اضغط هنا كما سوف تشاهدون واختار الكيبورد نفسه الذي قمت بتثبيته. فلاحظوا معي، فعندما مثلا اذهب الى اي موقع فقط اضغط هنا كما سوف تشاهدون للكتابة، يظهر لي كما سوف تشاهدون اللون الأحمر وهو لون اللون يعني اليوتيوب. ثم أي موقع دخلت إليه مثلا سوف أبحث عن فايبر كما سوف تشاهدون، وأريد مثلا كتابة لأي شخص مثلا هذا الشخص أكتب له، فلاحظوا معي يظهر لي اللون يعني يعني لون التطبيق، فيتغير لون الكيبورد حسب يعني لون النافذة التي أنت متواجد فيها. بالتالي هو تطبيق مميز، من قبل كان مدفوع الحين يعني مجاني. هذا التطبيق فقط قم بتثبيته على هاتفك، ويضيف شيء مهم جدا يعني الهاتف سوف نشاهده. طبعا حال مثلا لو دخلت على كروم، جوجل كروم مثلا، عفوا يعني سوف ابحث عن كروم كما سوف تشاهدون للمتصفح، ودخلت مثلا وجدت شيء يعني تريد معرفه يعني المعنى الخاص به مثلا هيليو كما سوف تشاهدون، دخلت ووجدت يعني شيء يعني فقط اكتفي بنسخه او رقم هاتفي الى غير ذلك، اكتفي بنسخه فاضغط هنا مثلا كما سوف تشاهدون. لاحظوا معي عندما سوف تقوم فقط بنسخه كما سوف تشاهدون، سوف احاول يعني لو دخلت الى موقع معين مثلا سوف اضغط على كوبي لينك كما سوف تشاهدون، او كوبي يعني للتكست، لاحظوا معي بانه ظهر لي خيار هنا كما سوف تشاهدون، بامكاني مباشره ان اشارك يعني ما قمت بنسخه او البحث عنه، او يعني البحث عنه في يعني الخرائط، او يعني ترجمته، او الاستماع اليه، او مثلا عمل سكان له كما سوف تشاهدون. فهو تطبيق مميز، فلو قمت بنسخ مثلا رقم معين فسوف يعطي لي ان اتصل به يعني اضيفه الى قائمه الاتصال الى غير ذلك. يتغير يعني شكل الايقونات حسب النص الذي قمت بنسخه. بالتالي فهو تطبيق مميز احبابي في الله. التطبيق الثامن على ما اعتقد، لاحظوا معي، يقوم بتشغيل الويندوز 7 يعني في هاتفك، يحول هاتفك الى الويندوز 7. فقط ننتظر قليلا حتى يتم تشغيل ستارتنج ويندوز، ويندوز التيميت كما سوف تشاهدون. فلاحظوا معي الحين تحول هاتفي الى الويندوز 7، ويمكن لي ان افتح التطبيقات الى غير ذلك كما سوف تشاهدون. لو ضغطت ويندوز ميديا بلاير استطيع تشغيل، وكانني في الويندوز يعني 7 احباب في الله كما سوف تشاهدون. فلو فتحت يعني هنا سوف تجد جميع التطبيقات، ميوزيك اذا دخلت يعني لقيمات مثلا فتحت سناب توب الى غير ذلك. فتطبيق جيد يعني صراحه، يحول هاتفك الى الويندوز 7 بهذه الطريقه البسيطه احباب في الله. التطبيق الاخر المميز يعني في هذا الفيديو بعد فتحه مباشره كما سوف تشاهدون، فهو يعطيك رقم فلبيني. فقط تقوم بوضع اولا رقم هاتفك، ثم تقوم بتاكيده هذا الرقم الفلبيني
او الماليزي لا اتذكر، يعني هذا هو الرقم احباب في الله، استطيع به تفعيل الواتساب 100%. اذا كنتم تريدون تفعيل الواتساب فيشتغل مع جميع التطبيقات، وهو تطبيق مجرد، فقط يعني قم بوضع هذا الرقم الذي حصلت عليه في الواتساب او اي تطبيق اخر، ثم سوف تاتيك الرساله هنا في قائمه الرسائل. يقول لك صراحه عمل مكالمات ايضا من خلال هذا التطبيق، من خلال شراء الرصيد او ربح يعني الرصيد، فهو تطبيق مميز. التطبيق العاشر احباب في الله هو تطبيق جميل ورائع جدا، يحول هاتفك، هو بالمناسبه اللونشر، يعني تستطيع من خلال الوصول الى التطبيقات بسرعه، ففقط تختار كيفيه يعني التي سوف تستعرض فيها التطبيقات، يعني نماذج كثيرا، ثم هنا يعني الشكل يعني الالوان الى غير ذلك يعني التي سوف تكون عليها، فمن هنا بعد اختيار الاشياء التي سوف تريدها فقط اضغط يعني على هذا الخيار الثاني لكي تعتمد يعني لينس لونشر كما سوف ترجعون بعد اعتماده. لاحظوا معي كيف سوف تكون التطبيقات، اخترتها انا شخصيا صغيره، ولاحظوا معي استطيع الوصول الى جميع التطبيقات بسهوله التي هي مثبته على هاتفي احباب في الله. فمثلا لو اريد اختيار او يعني مثلا لو اريد يعني ان افتح هذا التطبيق كما سوف تشاهدون سوف يتم يعني فتحه مباشره، فهو جميل جدا، هو كعدسة ان صح التعبير مكبر الوصول الى جميع التطبيقات يعني الموجوده كما سوف تشاهدون على هاتفي الاندرويد احبابي في الله. التطبيق الحادي عشر، حتى اختصر يعني ليس هناك وقت، يعني اذا كنت تريد تحويل يعني الواتساب الخاص بهاتفك الى جي تي اي، فكما تشاهدون هذه واتساب وليس جي تي اي، حتى اربح الوقت يعني قمت بتاكيد يعني رقمي، فقط يعني بعد ان تقوم يعني بفتح التطبيق كانه الواتساب تقوم بوضع رقم هاتفك، لكن قبل ان تقوم بازاله الواتساب المثبت على هاتفك قم باخذ نسخه احتياطيه للمحادثات حتى يتم يعني مباشره اعتماده على هذا التطبيق احباب في الله. فيمكن لك مباشره وضع اسمك ثم الضغط على النكس يعني ثم ينتظر حتى يتم فتح يعني الواتساب احباب في الله على شكل جي تي اي. التطبيق الاخير هذا اذا كنت تريد يعني بعد فتحه بطبيعه الحال، اذا كنت تريد فتح يعني هذا جديد بالمناسبه، اذا كنت تريد فتح اي شيء على هاتفك بحركه جيده من الهاتف، مثلا حرف اكس إجريجا إلى غير ذلك مجموعة من الأشكال، فيعني فقط اضغط على علامة الزائد هنا ثم اختار يعني النوع الذي تريده، مثلا سيتانا شخصي أو إجريجا، هنا مثلا سوف اختار لها يعني تطبيق معين أو حركة معينة، مثلا نريد فتح موقع او يعني الاتصال او ارسال رساله او فتح اي تطبيق، يعني تختار اي تطبيق تريده. مثلا انا شخصيا وضعت اكس يعني الكاميرا، ولاحظوا معي ما الذي سوف يحدث عندما سوف اقوم يعني بتحريك الهاتف بهذا الشكل، فيفتح الكاميرا مباشره احبابي في الله. اراكم ان شاء الله في مواضيع جديده، لا تنسى دعمنا بالضغط على اللايك ومشاركه الفيديو مع اصدقائك، روابط جميع التطبيقات اسفل الفيديو، لا تنسى زيارتنا على موقعنا ديال الفيديو بونتيكال5.com، والايميل صحيحنا على الفيسبوك facebook.com/ حافظ سامي 1884. ايضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك جديد الفيديوهات. في امان الله.